أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم معانا من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. بصراحة يا جماعة العالم كله زي ما قلنا بيحصل فيه تغيرات سريعة جدا جدا، والعالم كله في صراعات في كل بقعة في العالم. يعني ما فيش بقعة، في قلنا تاني هنعدهم من البقعة بتاعت روسيا وأوكرانيا إلى الصين وتايوان إلى كوريا الشمالية إلى أمريكا وأوروبا، واللي بيحصل كمان في فرنسا إلى الصراعات ما بين الكيان الصهيوني وسوريا وفلسطين، وحتى الصراعات الداخلية ما بين الدول العربية. العالم كله في صراعات، العالم كله في أزمة اقتصادية يعني قوية جدا، العالم كله بيعاني من الجفاف وقلة المياه، العالم كله بيعاني من درجات الحرارة. ونأتي في التغيرات الجديدة الآن إن في كلام عن دخول بريطانيا او انجلترا في حرب مباشرة ضد روسيا، وطبعا هيبقى موضوع خطير، ولو حصلت حرب زي كده هتبقى حرب طاحنة، يعني العالم كله ممكن يتوقف فيه الاقتصاد بالكامل، وهتبقى يعني حرب، ما يعني خلاص يبقى دخول حرب عالمية ثالثة. وقلنا ان نهاية هذه الحرب لازم تتم بحرب عالمية ثالثة، لان ما خسرته روسيا وما خسره الاتحاد الاوروبي وما خسرته اوكرانيا لن يعوض ولن يكون هناك فائز. فيجب يعني في كل علماء العسكريين وخبراء العسكريين بيقولوا ان لازم يبقى في حرب عالمية ثالثة زي ما حصل في الحرب العالمية الاولى والتانية، ان في الاخر بعد الحرب هيضطر كله يخضع ويجلس على مائدة المفاوضات لبدء يعني تقسيم بقى العالم، مين هيمسك ايه ومين هيبقى مسؤول عن ايه. وده العصر الجديد اللي احنا هنشوفه، زي ما بنقول دايما قبل 2023 شيء وبعد 2023 شيء. يلا نشوف التفاصيل المهمة جدا اللي معانا في هذا الخبر ونقراه ونفهم يا جماعة ما بين السطور، ونفهم ان ممكن الدنيا في يعني في يوم وليلة تنقلب في العالم. فيلا بينا نشوف هذه الاخبار اللي معانا. هنا خبر من جريدة RT، وطبعا معروفة بالمصداقية، وبتاريخ 5/7/2023 يوم الأربعاء 5 يوليو أو 5/7/2023، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني يدعو للدخول في حرب مباشرة ضد روسيا. وده كان جاي بالفيديو، وده في مجلس العموم اللي هو زي مجلس الشعب او زي البرلمان او زي الكونجرس، وده مش واحد نائب عادي، ده رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، بيقول يجب ان ندخل في حرب مباشرة ضد روسيا. وهنعرف التفاصيل هنا، ولكن كان برضو في حاجة ممكن تسبب حرب من الاتجاه الروسي لبريطانيا مفاجأة، وهو احد الجنود والشباب البريطانيين ساب مكانه في الجيش البريطاني وراح علشان يحارب في اوكرانيا. وهنا اعتقال جندي بريطاني كاد ان يثير حربا بين روسيا وبريطانيا، وده بتاريخ 5/4/2023. وايه اللي حصل للجندي ده؟ قبل ما نقول رئيس لجنة الدفاع قال ايه، افادت صحيفة ذا ميرور بانه تم سجن الجندي البريطاني الكسندر جيرمس ريزي بسبب مغادرته مركز خدمته والذهاب للقتال في اوكرانيا. وهنا روسيا كانت قالت ان في جنود بريطانيين موجودين وفي جنود امريكان، ولو لقت جندي واحد واعتقلته هتشن حرب مباشرة على البلد اللي جاي منها. ولكن هنا الجندي ساب مكانه في بريطانيا وراح لأوكرانيا يحارب، وقدرت بريطانيا ان تسجنه وتمسكه وتعتقله. وذكرت الصحيفة ان المحكمة
اعتبرت ان تصرفات الرجل، هو شاب عنده 21 سنة، يمكن ان تثير حربا بين روسيا وبريطانيا. واضافت علمة المحكمة العسكرية انه اثناء قتاله الى جانب الميليشيا الاوكرانية انتهك الرجل الذي يبلغ من العمر 21 عام الاوامر وسبب خطرا امنيا، ولولا القبض عليه لكان من الصعب التقليل من الضرر المحتمل. وكان الجندي عضوا في الفوج الملكي الويلزي المتمركزة في استونيا، وغادر الوحدة دون اذن، وكتب الى زملائه انه ذاهب الى اوكرانيا للمشاركة في النزاع الى جانب قوات كييف او قوات اوكرانيا. وحكم القاضي على المرتزق بالاحتجاز لمدة 12 شهر في مركز عسكري، وأشار إلى أن الأمر الخاص بالفوج الملكي الويلزي اللي هو فوج ملكي في ويلز يعني، كان واضحا لحماية الدولة البريطانية من الانجرار إلى النزاع. وشدد القاضي على أنه كان ممنوعا من الذهاب إلى أوكرانيا دون إذن. وطبعا ما تعرفش بقى هل عشان انكشف، وهل فعلا بريطانيا زي ما روسيا بتقول بعت جنود داخل القوات الأوكرانية، ولما انكشف فبعتت بريطانيا بسرعة تجيبه وتقبض عليه وتقول الكلام ده، ده الله هو الأعلى والأعلم. ولكن الحرب كلها زي ما احنا عارفين قذارة. طب نرجع بقى لما قاله رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم يدعو للدخول في حرب مباشرة، بيقول ايه؟ وهذا هو رئيس لجنة الدفاع في مركز العموم البريطاني، بيقول ايه هنا؟ اعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني توبياس إيلود انه يجب على المملكة المتحدة ان تفرض حالة الاحكام العرفية وتشن حرب مباشرة ضد روسيا. يعني طلبين يودوا الدنيا دي كلها في داهية، ان يعمل احكام عرفية داخل بريطانيا، ده معناها ان خلاص بريطانيا في حالة حرب كبرى وعظمى، وانه يشن حربا مباشرة ضد روسيا. وده اللي يخليكوا تقولوا ان من قلب هذه الشرارات، حتى لو الحكومة لن تستمع او هتستمع ليه، هذه الشرارات يا جماعة هي اللي بتخلق الحروب العالمية في لحظة. لان ده راجل مسؤول كبير جدا، وما فيش دخان من غير نار، ورئيس لجنة الدفاع يعني اكيد اتناقش مع لجنة الدفاع كلها اللي معاه، واكيد اتناقش مع اعضاء مجلس العموم كمان اللي معاه، فما فيش دخان من غير نار. اعرف ان الكلام ده لما بيفضل يطلع هيطلع من وراه كارثة تانية او مصيبة تانية. ومين اللي بيدفع الثمن؟ احنا الشعوب العالم الثالث، شعوب القارة الافريقية، الشعوب العربية، هو احنا اللي بندفع الثمن في العالم كله. وقال إيلود لقناة سكاي نيوز انه يجب على بريطانيا ان تبدأ حربا مباشرة ضد روسيا، فنحن نقاتل في اوروبا، نحتاج الى تطبيق حالة الاحكام العرفية في البلاد. وطبعا في الفيديو بتاعه كله. وافادت صحيفة زاميرو في وقت سابق بانه تم سجن الجندي البريطاني اللي انا جبت لكم قصته بسبب مغادرته كذا. وذكرت الصحيفة ان المحكمة اعتبرت تصرفات الرجل قد تشعل حربا بين روسيا وبريطانيا. وهنا المصدر وكالات الانباء. الخبر ده انتوا شايفينه خبر بسيط وجاي كده مقتضب وصغير، لكن لو سمعتوا كلام الراجل، طبعا ما نقدرش نجيب الفيديو علشان حقوق طبع النشر، لو سمعتوا كلام الراجل تحسوا ان في حرب بكره، تحسوا ان في حرب عالميه هتبدا بكره. قلنا الكلام ده يوم الاربع 5/7 اليوم. وكمان نفس الكلام جاي في بريس بي، بتقول رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم ببريطانيا يدعو للدخول في حرب مباشرة ضد روسيا، وإعلان طبعا الأحكام العرفية. ونفس الكلام اللي احنا قلناه، وبيقولوا ممكن تشاهد الفيديو مباشرة. وطبعا الموضوع خطر جدا جدا جدا، والعالم كله الكلام ده من لحظات او من ساعة او ساعتين تقريبا، العالم كله بيتكلم على هذا الموضوع وعامل قلق غير عادي، وروسيا بتحضر للرد على هذا. فالخوف من هذه الفيديوهات
وهذه التصريحات الخطيرة في ظل أزمة متوترة في كل أنحاء العالم اللي احنا قلنا عليها في بداية الفيديو، مفيش مكان مفيهوش أزمة، ممكن تعمل الشرارة الصغيرة لبدء الحرب. ولسه مجلس العموم والحكومة البريطانية لم ترد على هذا الرجل بالرفض أو بالإيجاب، وكمان قال أنا عندي مبررات كتيرة إني لازم نخش بحرب مباشرة، وأنا في الجلسة القادمة هعرض كل ده ومستني نعمل تصويت ونعمل يعني موضوع كبير جدا. بس أول ما الخبر اتسرب كل وكالات الأنباء في العالم جابته، لأن ما ينتظر العالم في 2023 العام الخطير جدا في تاريخ البشرية هيبقى يؤثر على ما هو قادم كله. فربنا يعدي على خير. حبينا نجيب لكم الأخبار لحظة بلحظة بكل مصداقية بالتواريخ علشان حضراتكم تبقوا متابعين ويبقى في ثقافة خبرية عربية ونبقى فاهمين ايه اللي بيحصل في العالم في كل ثانية من حولينا. يا ريت يا جماعة ما ننساش زي ما انا كاتب، انا مش هقعد اقول اعملوا اللايك والاعجاب، ولكن يا ريت لا تنسى الاعجاب بالفيديو، اللايك عشان دعم القناة، نشر الفيديو هو رسالتي الاساسية، تنشر الثقافة الخبرية العربية الموثقة الحقيقية. ولو حضرتك جديد معنا يا ريت تشترك في القناة، ودايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها. اوعى توقف نفسك من تقول هذا الدعاء. انتظروني في الفيديوهات القادمة الهامة جدا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.